انا ام الضحيه اللي حاول اغتصابها الجار ديالي اللي حنا دايرين فيه اغتقال كامله. بنتي انا ما كتجاوش عمرها 5 سنين، بحالها بحال اي طفله كتخرج تلعب. يعني واش حنا غنحرموا ولادنا من اللعب؟ ما يمكنش. هاد السيد انا الزوج ديالي مشى يركب لي حاشاكم حاشا وجهكم باب ديال الطواليط. مني الزوج ديالي مشى يركب باب الطواليط، الدريه شافت باها تما بقات كتلعب، راه كاين باها مامنه. باها مشى عند دروغلي خصو بورغي ولا الله يعلم ولا فيس الله اعلم. استغل هو الغياب ديال باها استدرجها، اجي يا بنيتي هباك عندي واجي راه بغيت نعطيك شي فلوس. الدريه راه صغيره راه في عمرها 5 سنين، مشات كتجري. الوقت اللي دخلها قال لها اجي تشوفي عروسه وعريس في التليفون، جرد لي بنتي من الملابس السفلى ديالها، قام بتقبيل المؤخره ديالها، حط الاصبع ديالو على الفرج ديالها كيتلمس لطفله صغيره ما كيتجاوزش عمرها 5 سنين. مني ان هدد لي البنت باش ما تخبرناش بالنزيله، الا خبرتيهم غنصيفط لك امك وباك للحبس وغتبقاي غاتي وخوتك، غادي حقا يضربوك وانا راجل كبير ما غيقدوش عليا. المهم شد داك الدماغ ديال الدريه غطاه، حنا ما سقناش الخبر في نفس النهار. داز من موراها اسبوع حاول يستدرجها المره الثانيه بانه مع ميقات الغدا مع ميقات الظاهره تقريبا الزوج ونص، ما كاين حتى حد، كاينه سيده دايزه بسطولتها من الحمام لا غير. حاول يستدرجها، اجي غادي نوريك العروسه والعريس نعطيك الفلوس. الدريه جات، مني جات للدار وهذا بدات كتلعب تقول لخوتها غادي نلعب عروسه وعريس حيدت السواله. نط انا كأم ما عمرني ولف داك الشيء في ولادي باغا نضربها، علاش درتي؟ ماما راه عمي مصطفى هو اللي دار لي هاك. هاد السيد الاسم ديالو مصطفى دباب الملقب بحنيشه، والغريب في الامر ان كاينين جيراني تعدى ليهم على وليداتهم. هل محصلاه كيحيد لبنتها السروال؟ هل محصلوه عاطي لولده الفلوس؟ هل والى اخره؟ حقا خفنا من الشوهه، حقا لا، وكيجيو يطلبوا عليه مادام بنتك باقا صالحه غير سمحي لي. غير اليوم في هذه العشيه بالضبط جاو عندي 3 خواتاته، وانا ام الضحيه وليت كنطلقها في التهديد، راه حنا غنطالبوا بالخبره وغترجع لك على ظهرك. انا بغيت هذه السلطه الرابعه، الصحافه هي السلطه الرابعه، بغيتكم توقفوا معايا ناخذ حق بنتي. بنتي تعرضت لواحد العنف نفسي اللي ما كنتصوروش. اليوم انا كنت بيها في السبيطار بنو رشد، بنتي ها هو الدواء ديالها، وليت انا غادي نخدر بنتي باش تنعس. علاش بنتي الا بغيت نقد عليها على الغطا كتنوض مخلوعه قافزه؟ انا بنتي كانت حركيه ولا تشد ليا على بلاصه ومغطيه بمانطا، علاش انا يتقتل الطفوله ديال بنتي بينما واحد حيوان بشري حاشا واش هو انسان باقي حر طالق وانا كنتلقى التهديدات؟ واش انا ام الضحيه نولي نتلقى التهديدات؟ واش حنا في غابه؟ انا كنطالب الراي العام يوقف معايا من هذا المنبر الكريم ديالكم، وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.